السلام عليكم. في الدرس تاع اليوم راح نتحدث لابوكل دوايل. لابوكل دوايل بوكل عادية كيما لي زوطخ بوكل. نتابع شكل الكتابة تاعها، كيفاش راح يكون؟ يكون الشكل هذا: دو تفتح حاضنتين، وايل تجي هنا، لا كونديسيون تجي هنا، مثال اي انفيريور ويقال انفيريور ويقال انفيريور ويقال كات بوان فيرغول، ما نساوش روحو نديكلارو الاي int e مثال يساوي واحد، system.out.println مثال e، وينكريمونتي e بلس بلس. شوفوا لا فيشاش كيفاش راح يكون: واحد زوج ثلاثة أربعة. دو وايل كشغل العكس، وايل يدخل يافيشي ومن بعد باش يفيريفي، الور كو وايل كان يفيريفي ابري باش يافيشي. نشوفوا الشكل تاع وايل كيفاش كان يكون. كان يكون هكذا: وايل اي انفيريور مثال اديس، كان وايل يفيريفي ابري باش يافيشي. كون لا كونديسيون هذه ما تحققش ما كانش يافيشي، كان يخرج. الور كو دو وايل مالغري لا كونديسيون واش تكون، يدخل يافيشي ابري فيريفي. فلا كونديسيون وايل يقدر ما يتحقق الشرط، ما يطافيش والو، مي فلا بوكل دو وايل يتحقق الشرط ولو كان لمره واحده، لانه يافيشي ابري باش يفيريفي. هذه هي لا بوكل دو وايل. نلتقي في الدرس القادم ان شاء الله.